بالمحكمة الابتدائية زجرية عين سبع بمدينة الدار البيضاء، هنا تم النطق بالحكم في قضية انهيار البناية التي تتواجد بمقاطعة سبتة بالعاصمة الاقتصادية. أحكام قضائية تتراوح بين 10 أشهر وثلاث سنوات سجنا نافدا للتقنيين والمراقبين بالمقاطعة الحضارية فضلا عن المهندس المعماري، وخمس سنوات سجنا نافدا لصاحب البناية المنهارة بالإضافة إلى غرامات مالية. هذا الشيء يعني ما عجبناش، وحنا غادي نقوموا باستئناف هذا الحكم ونتمنى من الله يعني القضاء ينصفنا ان شاء الله. أجواء من الحزن تعيشها أسرة المعتقلين إثر الأحكام التي أصدرتها المحكمة في حقهم. هول الصدمة دفع البعض منهن إلى اعتبارها غير منصفة وغير عادلة. ويشار إلى أن البناية السكنية التي انهارت بمقاطعة سبتة بمدينة البيضاء كانت قد خلفت خسائر بشرية ومادية مهمة، وتأتي هذه الأحكام بعد مدة 8 أشهر من التحقيق والمداولة.